في أول أخبارنا، شارك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي مؤتمر الشباب والأمن والسلام في المنطقة العربية الذي ينظمه في العاصمة الأردنية عمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أيضا يونيسكو ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. شهد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة العرض الذي قدمته شركة مسرعات دبي للبرامج والأنظمة الخاصة بالتعليم الإلكتروني وذلك في قاعة كبار الضباط بكلية الدراسات العليا. واطلع العميد الشامسي بحضور السادة مديري الإدارات والفرعية والضباط المعنيين على برامج التعليم المتطورة التي قدمتها الشركة وذلك في إطار جهود وخطط الأكاديمية وسعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات في توظيف تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي من أجل مواكبة التطورات متسارعة في عصر المعلومات والتقنيات الحديثة. أنقذت فرق الدفاع المدني في أبوظبي صباح أمس الثلاثاء فتاة من جنسية أفريقية بمنعها من محاولة الانتحار من نافذة بالطابق الثامن في بناية بمنطقة الزاهية بالنادي السياحي. وأوضح المقدم محمد عبد الجليل الإنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي أن فرق الدفاع المدني بمركز المدينة تلقت البلاغ من غرفة العمليات في 10:37 صباحا وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث وحالت دون سقوط الفتاة. كرمت المنظمة الوطنية للوقاية والسلامة من الحرائق NFPA المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني أبو ظبي لمجهودات الإدارة العامة في تطوير دراسة فنية لتقييم مراكز الدفاع المدني. وأوضح الأنصاري الذي أشرف على الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للدفاع المدني أبو ظبي بأنها تطرح نظام سهل ومرن للتقييم وإمكانية تطبيقه على مباني مراكز الدفاع المدني الحديثة والقديمة، وتعد الدراسة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون والعالم، كما أنها تتماشى واستراتيجية وزارة الداخلية ورؤية الحكومة في استشراف المستقبل بشكل عملي وتطبيقي. إذن كانت هذه أخبار وزارة الداخلية وفقرة العين الساهرة، بعدنا مستمرين معاكم من بعد هذا الفاصل في فقرة شباب الوطن.